يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكفار والمشركون يعلمون أن هناك ربا أو أن هناك من يقول منهم لا يوجد رب؟ الفطرة التي فطر الله الناس عليها تعترف بالله سبحانه وتعالى، حتى في البهائم فطر الخلق على الإقرار بالله والاعتراف بالله سبحانه وتعالى، وإنما الشياطين هي التي تغير الفطرة، شياطين الإنس والجن هم الذين يغيرون الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الفطرة موجودة. والإقرار بربوبية الله ما أحد ينكرها إلا من كابر مثل فرعون أو هامان أو من كابر، هذه مكابرة، وإلا فهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يعترفون بتوحيد الربوبية في قرارة نفوسهم، لكن يتظاهرون بإنكار ذلك لمقاصد ومآرب لهم. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت، هذا موسى عليه السلام كليم الله يخبر عن فرعون أنه يعلم في قرارة نفسه أنه ما أنزل هذه الآيات التسع التي مع موسى إلا رب السماوات والأرض. والله جل وعلا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فما أحد ينكر الرب سبحانه وتعالى إلا مكابر ولا معتوه ما عنده عقل. نعم.